سوق ترابي، سوق يعني المقومات هذه الجماعات وكذا، لأن الجماعات من هذا القبيل لا يمكن أن تعرف بشكل كامل. بطبيعة الحال يعني في إطار يعني مهرجان دلال الأركان يعني حضرنا هذه الورشة العلمية المنظمة حول الاستثمار وآفاق التنمية في جهة إقليم موادنون، وبالتالي كانت أرضية مهمة جدا لنقاش المقدرات التنموية والمؤهلات التنموية على المستوى الإيكولوجي وعلى المستوى الثقافي التي تزخر بها جهة إقليم موادنون وبالتالي المناطق الصحراوية بشكل عام، والتي يمكن أن تشكل أرضية مهمة للاستثمار ويعني تشجيع الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المختلفة، وتشجيع حتى الشباب للاستثمار في هذه المقدرات لتثمينها في مستوى أول ولخلق الثروة وفي مستوى آخر. وقلنا على أنه يعني مجموعة من التوصيات تحتاج إلى خلق واحد مستوى معين من الاتقائية إلى تشجيع الشباب وإلى مواكبتهم، لأن تجربة يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثبتت على أنه للمجال واحد مجموعة موارد، وأنه حديثت مجموعة من المشاريع مرتبطة بتثمين هذه المنتجات المحلية، وبالفعل أنتجت واحد يعني الدينامية اقتصادية واستطاعت أن تشغل واحد فيها عريضة جدا خاصة من يعني النساء، والآن واحد السياق يعني يشجع فيه يعني المغرب ينخرطوا فيه بطبيعة الحال على تنمية هذه المجالات ويشجع على الاستثمارات الأجنبية، وستلعب في هذه المجالات واحد الدور مهم جدا مع إفريقيا إلى غير ذلك، وبالتالي السياق السياسي يخلق شروط حاضنة لهذه الدينامية التنموية في جميع مستوياتها، خاصة في هذه الجهة التي تختزل تنوعا بين الجبل والصحراء والبحر، يعني يجعلها مؤهلة بطبيعة الحال لاحتضان واحد يعني النموذج التنموي، واحد الأنشطة التنموية اللي هي رائدة اللي ممكن أنها ترفع من شأن هذه الجهة ومن يعني موقعها على مستوى الاقتصاد الوطني. شرفنا بتنظيم النسخة السادسة من مهرجان ديال الأركان الذي يضم هذه السنة مجموعة من الندوات وأهمها والمنتدى الاستثماري الأول في جهة قلم موادنون. اخترنا هذا المحور الاستثماري أولا نظرا لمجموعة من يعني المعطيات الأساسية التي استحضرناها كمجتمع مدني. أولا هناك الخطاب الملكي السامي الذي كان مؤطرا في هذا الموضوع، الذي حتى على ضرورة تعبئة كل الإمكانيات الوطنية والتراث المحلي والتراث يعني الوطني عموما من أجل الاستثمار الأمثل فيما يملكه المغرب من أجل يعني أولا مقاربة جديدة اقتصادية توفر فرص الشغل، ثم يعني الاستثمار الأمثل لجميع يعني الموارد سواء البيئي والثقافي من أجل يعني سياحة واعدة، من أجل السياحة يعني تشجيع السياحة، تشجيع الاستثمار الشاب، المقاولة الشابة إلى غير ذلك. وبالتالي هذا يعني هذا المنتدى الاستثمار الأول يعني عرف مشاركة مجموعة من الأساتذة والمختصين في الموضوع الذين تحدثوا بإسهاب حول أولا الموضوع الاستثمار في الموارد البيئي وشجر الأركان في صلب هذا الموروث، باعتبار أن شجر الأركان كتراث عالمي كمهارات اعترف يعني مهارات متعلقة به اعترفت بها اليونسكو منذ 2014، كذلك المنتظم الدولي أقر يوم خاص بشجر الأركان في 10 مايو من كل سنة، وبالتالي سلسلة الأركان يعني ممكن إذا تم استثمارها استثمار الأمثل أن تعطي قيمة مضافة وأن تكون موضوع استثمار في بيئي مهم، استثمار حضاري، يعني حيث أن لماذا قلت حضاري؟ لأن أركان فيها هي تراث، هي هوية، هي كذلك شجرة صامدة للمناخ وللتغيرات المناخية، ونعرف الآن أن العالم يشهد هذه التغيرات، وبالتالي شجر الأركان هو مقاوم لكل هذه التغيرات، وكذلك هو مدير للدخل بالنسبة للساكنة القروية وخصوصا للنساء العاملات في قطاع الأركان. لذلك مثل هذه المنتديات وهذه اللقاءات تشجع المستثمرين الشباب خصوصا من النساء على التفكير في مشاريع مدرة للدخل، مشاريع يعني تمكنها اقتصاديا من أجل الرفع من قيمة يعني المساهمات المرأة المغربية في الاقتصاد الوطني. آخر يعرف ما هي هذه الجماعات وما هي مقدراتها وما هي مقوماتها، أعتقد أن هذا نقاش مهم في هذا السياق.